زي ما كنا بنتكلم معاكم من اول الحلقه، النهارده بنحتفي بعيد ميلاد النجم الكبير الزعيم عادل امام، صاحب التاريخ الاستثنائي والاسطوره كمان اللي قدرت تحافظ على فنها ومكانتها ونجاحها لاكثر من 50 سنه. خلينا نشوف مع بعض تقرير عن الرحله الفنيه للاستاذ عادل امام. تحتفل مصر اليوم بعيد ميلاد النجم الكبير الزعيم عادل إمام، العلامة الفارقة الاستثنائية في تاريخ الفن المصري. مش أنا عيد ميلادي النهاردة؟ لا يا شيخ، وشرفي يحز في نفسي أن أنا أحتفل بيه لوحدي. أنت لسه بتحتفل بعيد ميلادك؟ أنت ابن حلال، أنا فعلاً عندي عيد ميلاد النهاردة. سطعت موهبة الزعيم للمرة الأولى حين ظهر على خشبة المسرح أمام العملاقين فؤاد المهندس وشويكار بالمسرحية الكوميدية أنا وهو وهي التي أنتجت عام 1963 عندما جسد دور دسوقي أفندي. وقتها كان في عمر 23 عاماً ويحلم بالدخول إلى عالم الفن بعدما شارك في أدوار كثيرة على سبيل الهواية بالجامعة. قول التليفونات ده عشان أستاذ حمدي، مفيش واحد زبون يغلط كده والفين الأستاذ دسوقي الوكيل بتاعه. في مسرحية أنا وهو وهي جسد الزعيم دور وكيل محامي، وفي أول ظهور له على خشبة المسرح شد انتباه الجمهور وتعالت الضحكات وتفاعل الناس مع طريقته التمثيلية في تجسيد الشخصية رغم ظهوره بمشاهد محدودة. موهبة عادل إمام تشكلت في هذه المسرحية الشهيرة، حيث قال عن استعداده لها أنه قبل العرض راح يبحث في مخازن التلفزيون عن بدلة قديمة وطربوش وقميص مزقه بيدي ليناسب الوضع الاجتماعي المتواضع لوكيل المحامي. محامي تحت التمرين بيشتغل عنده لا أقل شوية برضه. ولا أقل شوية؟ أقل شوية. أمال أنت تبقى إيه؟ فراش المكتب؟ لا يا فندم، أعلى شوية. أنا بقى أبقى الكاتب بتاعه. وبعد هذه المسرحية الشهيرة ولد نجم استثنائي اسمه عادل إمام، وأصبحت الأفلام والأعمال تتهافت عليه من المنتجين وشركات الإنتاج ليكون البطل الثاني سواء في التلفزيون أو المسرح أو السينما. وهنا تمرد الفنان عادل إمام أخيراً على وضعه وبدأ يصر على دور البطولة، وشارك بمسرحيات عدة حتى عرضت المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين في السبعينيات. من فضلك يا بهجة، عايزة أسألك سؤال في المنطق. تسأليني أنا؟ أيوة. شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزلة. أطلق ذلك العمل نجومية كبيرة لمن شاركوا به، وبينهم عادل إمام نفسه وسعيد صالح وأحمد زكي، لكن الزعيم بالأخص بدأ يظهر بشكل استثنائي، خصوصاً بعدما تم إذاعة المسرحية تلفزيونياً ونالت شهرة ونجاحاً غير مسبوقين. ما عندكش فكرة عن بهجة الأباصيري بقى ولا إيه؟ لا، ده أنا عندي فكرة قوية جداً، ده أنا جاية مخصوص عشان. عشان أنا؟ أيوة، عشان بهجة الأباصيري اللي هو أنت. الله، دي جاية من السلطة يا جدعان. ظلت نجوميته في هذه الفترة في صعود غير مسبوق إلى أن صعد على خشبة المسرح مجدداً ليقدم مسرحية شاهد ما شافش حاجة، وفي هذه الفترة تلقفته السينما المصرية وحصل على نصيب الأسد حتى بات مع نهاية السبعينيات البطل الأول والاستثنائي في دور العرض. أسد. أنا يطلع لي أسد، أنا بخاف من الكلب، يطلع لي أسد. وبدأت رحلة النجومية التي قدم من خلالها أعمالاً فنية محفورة في ذاكرة التاريخ، أبرزها فيلم شمس الزناتي الذي حقق نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق، وفيلم سلام يا صاحبي والمشبوه مع الفنانة سعاد حسني وسعيد صالح وفاروق الفيشاوي. واقف تعمل ايه هنا؟ امشي الدرس في اي حد؟ مش همشي يا شمس. امشي بقولك. شمس يا ويلي، يا ويلي عليك يا شمس، يا ويلي يا ويلي يا شمس يا ويلي. تقولوا لي علامة دلوقتي؟ وأيضاً المتسول مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، ورجب فوق صفيح ساخن والأفوكاتو وفيلم حنفي الأبهة، وفيلم خلي بالك من عقلك، وهو واحد من أهم أفلام عادل إمام في تاريخ السينما المصرية، والتي نجح فيها مع شريهان في تقديم عمل مختلف حول كيفية تعامل المجتمع مع أصحاب الأمراض العقلية. اشتغلت وظائف كتير، اشتغلت دكتور، مهندس، قاضي، ضابط، اشتغلت في وظائف حساسة، اشتغلت في أمن الدولة، قعدت سنة في المخابرات، اشتغلت وزير مواصلات، لغاية ما كبر في دماغي ورحت قاعد على الكرسي الكبير.
وطوال هذه السنوات وحتى آخر أعماله السينمائية زهايمر عام 2010، كان الزعيم عادل إمام المتربع على شباك التذاكر والمتربع أيضاً على عرش النجومية. سلمني نضيف، أسلمك نضيف. ايه بتضحك ليه؟ بيضحك ليه؟ بتضحكوا ليه؟ مش فاهم. ما انت كمان بتطلع في التلفزيون. حد جوز واحده اسمها زغلول؟ انتوا بيجيبوا الكلام ده منين؟ صاحب تاريخ سينمائي طويل استطاع فيه الزعيم الحفاظ على مكانته القويه بعد رصيد كبير من الاعمال الفنيه الاجتماعيه والكوميديه.